السلام عليكم، مساكم الله خير. اليوم ان شاء الله عندنا قصه يا اخوان، بس قبل القصه عندي تنويهين اذا سمحتوا لي. يعني التنويه الاول، في ناس يحولوا لي سنابات شخص يشبه خالي ويسالون يقولون ذا خالك ولا لا. لا يا جماعه الخير، ذا مو بخالي، وخالي بعيد تماما عن السوشيال ميديا. انتم بتخلصون من السوشيال ميديا وخالي ما جاكم ولا لحقكم. لان انا حتى قلت لخالي، قلت خالي تبيني اصلح لك السناب عشان الناس يعني اذا تبي تتواصل معك؟ قال لا، خلهم يتواصلون معي على البريد الالكتروني. قلت سم. قال ابو ريم x.y. قلت سم، ازل عندي، ازل سم. التنويه الثانيه، في صحيفه في السناب شات كاتبين عني خبر قبل فتره الله يجزاهم خير، وانا توني اقراها الحين، ومكتوب في الخبر ان متابعيني يلقبوني بصاحب الحنجره الذهبيه. يعني ليش تجيبون الكلام علينا؟ يعني الله ساترنا بستره هنا، وتروحون من اللي قال لهم الكلام؟ من اللي ملقب اساسا صاحب الحنجره الذهبيه؟ انا من يوم طلعت على السوشيال ميديا وكلامي كله بادغام يا عيال، انا ما عندي جوبن فيه، انا ما عندي اللي جيب واحد هنا. انتم تدرون اذا انقلبت على يساري يعدلوني اهلي عشان ما اموت انكتم، ما اقدر اتنفس. تروح تقول لهم صاحب الحنجره ذا، من اللي قايل لهم الخبر؟ اتمنى من اللي قايل الخبر يتواصل معي على البريد الالكتروني. في يوم من الايام في عام 337 هجري تقريبا، في وقت الدوله البويهيه، كان في رجال اسمه عمران بن شاهين. عمران طلع من بيته وجاه رجال قال انت عمران؟ قال الله سم. قال يا الله يسلمك، احنا نطلبكم دم. قال عمران ما فهمت والله. قال لي ولد عمك قتل ولد عمي، يعني ما لقينا ولد عمك فقلنا نقتلك انت. قال عمران يا الله ابد، حقكم والله، والله حقكم، يعني الواحد الحمد لله على كل حال. قالوا يعني انتم موافق؟ قال لي الحمد لله، يعني الدنيا تعرف. قال الله يسعدك عمران، احنا والله ما توقعنا انك بتتفهم الموضوع بالشكل ذا، الله يسعدك. قال لا والله حقكم والله. طيب ممكن تخلونها لبكره؟ يعني بس ارتب اشغالي الليله يعني اوصي. قالوا ابد لا والله، خذ راحتك. بعدين كذا شخطه سريعه بس ذكي، بسرعه والله انا ما تحسبها. قال ابد، اجل بكره ان شاء الله. رجع عمران لبيته واخذ اغراضه، حذف اسهمه وحذف سيفه، ربطها كلها واخذ على ظهره ونحاش طلع الجبل. خلاص شو يسوي؟ حاش طلع للجبال اللي بين العراق وايران، رايح مع الجبال اخر الليل يعدي، رايح مع احد. اختفى عمران، ما عاد يدري وين راح عمران. نحاش وقاعد عمران في الجبال هذيك، في الجبال ما في احد يعرفه ولا حد يدري وين ارضه، وانقطع عن الناس. ينزل في الليل فيه نهر، يصيد سمك ويشب ناره ويشوي الشمك، يشوي السمك كان ترى صعب عدها انت، وياكل ويرجع للجبل. ما حد يقال، هذه حياته ما حد يدري عنه. وكان هذا روتين حياة عمران، لين يوم من الأيام تغير شيء. شب عمران ناره وحط السمك وجلس. الاثنين جايين يمشون بسيوفهم قطعين طرق، عمران يطالع فيهم، وجولين وقفوا وطالع في عمران إلا وصخ. قالوا يعني صدمة، لو معك دراهم نسرقها؟ ما معك دراهم صح؟ قال عمران لا والله ما معي. قالوا ولا معك يعني ملابس ولا قافلة ولا عندك حصان ولا عندك أي شيء ينسرق؟ قال عمران لا والله ما عندي. هم يطالعون في عمران، عمران يطالع فيهم. قال عمران تعشيتوا؟ قالوا لا والله. قال تعال. قالوا ازحف لهم، يجلسون على النار الثلاث ساكتين. قال عمران ها كيف السوق؟ كيف سوق السرقات الأيام هذه؟ قالوا والله مواسم، هي مواسم، مرات نلقى شيء نسرق ومرات ما نلقى، بس الحج جاي ومتفائلين ان شاء الله نلقى شيء. قال عمران الله يسره. هم طيب، قالوا انت وش عندك هنا؟ فسولف عمران عليهم بسالفته، وسولفوا معه واخذوا وعطوا، واعجبوا في عقليه عمران وذكاء عمران وحكمه عمران. فقال عمران يا اخي احنا قطعين الطرق اللي في المنطقه دي، نعمل عمل افراد يعني كل واحد لحاله، فليه ما تنقلنا الى العمل المؤسسي؟ يعني ليه ما تصير انت مدير؟ يعني وقطعين الطرق ذولي اللي في المنطقة ذولي كلهم يصيرون تبعك، ومنها ننظم شغلنا يعني، وتصير المنطقة دي كلها تبع إدارة وحدها اللي هو أنت، يعني وتقسم الأرباح بيننا وسوقنا طيب، يعني المنطقة دي تصير منطقتنا كلنا. قال عمران تم، يلا اجمعوا قطعين الطرق بكرة، اجمعوهم وخلنا نكلمهم في الموضوع. ومن بكرة وصل الخبر لكل قطعين الطرق اللي في المنطقة دي، وتجمعوا اللي في الجبال واللي في الأودية كلهم تجمعوا عند عمران. يوم طالع فيهم عمران الا ما فيهم وجه راضي الله عليه، ايات في القبح حوانشيه، ويطالعون في عمران. قال عمران يا جماعه الخير، المنصب
ذا تكليف وليس تشريف. انا اتمنى ان يعني انتقل انا وياكم نقله نوعيه في العالم ذا ونسيطر على المنطقه ذي. قالوا احنا معك احنا معك. قال ابي منكم يعني ميثاق شرف بيننا. قالوا احنا حراميه ما نعطي ميثاق شرف. قال طيب اقل شيء ميثاق ما تسرقوني ولا نسرق بعض. قالوا هذه تم هذه تم. وبدوا السبعين ذول اللي من افتك قطاعين الطرق عمران قائدهم ينهبون القوافل. كل القوافل، قوافل العراق، قوافل الشام، قوافل خراسان، قوافل الحج، القوافل مع حجنود ما مع حجنود يمسحون الجميع، يبيدون الجميع. صيدهم وصل لأقصى جزيرة. كل الناس يتكلمون بالسبعين قطع طريق ذولي اللي ما حد يقدر يمسكهم، للدولة تقدر تمسكهم ولا الجنود يقدرونهم. يطلعون في الجبال ويختفون لأنها كلها بسياسة ذكي واحد اللي هو عمران. وصاروا السبعين ذول الناس يتناقلون أخبارهم وسرقاتهم اللي يشبه بالخيال، أسطورية. كانوا هم أسطورة المكان ذاك فعليا، كل الناس تهابهم. ولكن يوم من الأيام مرت قافلة وراحت ما حد تعرضها، وقافلة ثانية وثالثة. اختفوا السبعين، السبعين قطع طريق، اختفوا فجأة. ما حد حاربهم، ما حد هزمهم، ما الناس ما يدرون شو السالفة، اختفوا. قالوا الناس انهم تفرقوا، وقالوا الناس انهم تمشكلوا بينهم، ما حد احد يدري وينهم. ومرت السنين وسر السبعين قاطع طريق مختفي معهم، ما حد يدري صار عليهم. لين جاء يوم من الايام ولقوا الناس شايب يمشي لحاله. فجوا الناس طلعوا فيه، قالوا يا ولد حنا نعرفك. وطلعون فيه زين اللي هو عمران بن شاهين. عمران بن شاهين شايب تاب الى الله. قالوا عمران حنا الله يقبل توبتك يا اخي، بس وش صار على السبعين قاطع طريق؟ وانت وش صار عليكم؟ وش صار على الناس اللي كانوا مخوفين المنطقه ذي كلها؟ قال عمران يا ناس انا احاول انسى اللي صار لنا في ذاك اليوم حياتي كلها، وتذكروني في اليوم ذاك مره ثانيه. قالوا عمران تكفى قل. قال هات تجمعوا تجمعوا هم يتجمعوا. قال قلوا اسلم. قالوا اسلم يا عمران. قال عمران يوم من الايام كنت انا وقطعين الطرق الحونشيه هذول اللي معي في غار جاسين طفشانين، لان قد ابدنا المنطقه ذي كلها ما في احد. يعني الصيد وقتلناه، الناس وقتلناهم، حتى السبعان قتلناهم. يعني بغيت انضرب على مدخل رماح بدون سبب، يعني مظلوم. حتى السباع يقول قتلناها والوحوش. يقول والسوق هادي، يعني ما حد يمر، لان الناس دارين المنطقه ذي خطيره ولا حد يجينا، وجالسين احنا في الغار. كان عندنا جاسوس نخليه يراقب طريق القوافل، اذا جاء احد يعلمنا، وفاقدينه من زمان ما جاء. يقول يوم اخذت شوي انا، يقول رفعت راسي انا الجاسوس جاي عدي عدي ويم بالحصى ويشر. يقول حماسه كان كثير، ما كان يسوي كذا. يقول واقوم اللي عندي، قلت يلا يا ولد يلا يلا عياله. يقومون ياخذون سيوفهم. قالوا ايش جاء احد؟ قلت ايش قم الرجال الجاسوس جاينا. شوفوه احنا نتجمع عند الغار نحتري الجاسوس. الا هو في الارض ولا هو في السماء طاير. لين جاء وقف عندهم يبي هرج ما يقدر، السماء منقطع. قلنا هد وش فيه؟ من شفت؟ قال يا عيال انا شفت منظر ما راح اشوف مثله في حياتي. قلنا خلاص مو بوقت شويه قويش. قال 12 حصان محملات وجاريه عليها ذهب ما يشيلها البعير اللي فوقه. قلنا يا لا تلعب بعصابي يا تكفى. وكم عدد الجنود والناس اللي معهم؟ قال هنا الموضوع ما معها الا رجال واحد. قلنا كيف؟ انت صاحي؟ قال والله العظيم ان القافله ذي كلها مو معها الا واحد. قال شايب من قطعين الطريق ايه يا عيال لا تنزلون. قسما بالله العظيم النفخ، والله لو نزلنا اللي يحولون علينا الجنود من الجبال ويبيدوننا تحت. والله فخ يا عيال، والله واضحه يعني قافله بالفلوس ذي ما فيها الا واحد، من جدكم يا عيال؟ قالوا الباقيين طيب يمكن ما درى يا اخي. قلنا يا شيخ ويكلموا ويختلفون بينهم. قال عمران نص خلونا نراقبه ونشوف. وطلعوا من ورا الجبال شوفوا في احد كامن لنا ولا لا. اطلعوا. قالوا تم. هم يتفرقون قطعين الطرق في الجبال ويراقبون ويشوفون الا بس رجال واحد بحصانه والجاريه وراه والخيول الباقيه محمله معه يمشي في الوادي. والحونشيه تجمعون مره ثانيه في الغار
قالوا ها وش رايكم؟ قال الشايب يا عيال شفت الحيطة شوية بهذه والله ما شيبت إلا في السركة. قالوا ترى مو بشيء ممكن تفخر به ترى بس كمل. قال عيال أنا ماني مرتاح أنا ماني خلوه يروح يا أخي خلي يروح. قال عمران نلفس النعمة ننش فيك. قال يا عمران أنا ما أقسم بالله العظيم إنه مريب مريب اللي قاعد يصير يا أخي ما نميتين جوع. قالوا الحوان شياها وش تراخمت يا شايب تراخمت عقب العمر ذا كله. قال الشايب عمران قل انزلوا والله اني لنزل واسحبها انا انا اللي اسحب الرجال ذلك. قال عمران نزلنا يا يعني نزلنا نزلوا الحوانشيه وقطعين الطرق وراقبوا الرجال راقبوه ودروا انه جاي بمدينه الشاش. والحوانشيه يتجمعون عليه هم يشيلونه هم يضربونه هم يربطونه. قال يا اخوان ليه العنف ذا ليه يا هي يمسكون يربطونه. والشايب يقول عيال راقبوا الجبل تكفون عيال ينزل احد ويراقبون الجبال وسيوفهم يحترمون الجيش اللي بينزل هذا ربطوه خلاص الا ما نزل احد. وعمران يجي قال انت معك احد؟ قال لا يا ابوي ما معي بس يطرديك انا اظن فيني كدمات الحين تصرفكم ذا كان غير لائق. والحونشيه يسحبون الشاشه ذا ويربطون يديني ويجيبون عندهم. قال له عمران وش اللي خلاك تجي مع الطريق ذا؟ انت تعرفنا تعرف من حنا. قال الشاشه ايه انت مو بالقطعين طرق السبعين. قال عمران لا يعني عارف. قال ايه والله عارف والله بس قلت اجي مع الطريق ذا لانه مختصر يعني الطريق الثاني مشوار. فقلت قال عمران مشوار وجيت منه عشانه مختصر وان داري ان احنا هنا يعني انت متحاكرنا انت ما تشوفنا شيء يعني انت تشوفنا رجع مجتمع تشوفنا حونشيه. قال الشاشي لا محشومين لا محشومين لكم معزه وتقدير بس انا يعني كنت بطريق مختصر بس يعني بس هذا المقصد. قال عمران وينك رايح؟ قال رايح للحج طال عمرك. قال الشايب عمران اقتله طعني حية الشايب اعلمك اقتله خلنا نطلع. قال الشاشي ليه تقتلوني؟ يعني ردوا علي حصاني ما يكلفكم 200 درهم من بضاعة العظيمة ذي اللي انتم اخذتوها وخلوني اروح احج لا تقطعوني عن حجي يا اخي. طالع وقطعين الطرق بعض قال والله خلي يروح يحج. قال الشايب عيال اقتلوه يا عيال الحين مسكت على طيب وعلى دين اقتلوه يا عيال قاتلين قبل 200. قال عمران والله يا عيال انا اقول لنا نعطيه حصانه ونخليه يروح يحج ما نقطع عن حجه انا الحصان ب 200 درهم خليه يروح. قالوا قطعنا الطريق خلاص ابد يا ابد يلا هو ياخذ حصانه. قال الله يجزاكم خير الله يجزاكم خير. والشاشي يركب حصانه قال طيب ممكن طلب ثاني بسيط؟ قالوا ها يا هذا اللي ما ينعطى وجه ها قال يعني انتم اعطيتوني حصاني والطريق طويل اعطوني شيء يحمي به نفسي اعطوني بس يعني السهام حقتي السهام بس والقوس. فالتفتوا قالوا سهام وقوس دراهم بسيطة يعني. قال الشايب بتعطوني سلاح انتف لحيات الشويب انتفها يا عيال انتم صاحين. قالوا احنا 70 رجال تجنن انت 70 من جيب خبل انت عطوه او يعطونه قوس يعطونه سهام هو ياخذها ويحطها معه. قال الله يجزاكم خير يلا انا استاذنكم. قالوا والله يستر عليك ادعلنا. قال يلا ما تفرق امس يلا هو يروح. راحوا الحنشة اللي نوصل عند البعير اللي عندها الجارية قالوا انزلي. قلت انا ما بجارية انا حر انا والله غيرت صوتي يعني حتى يوم غير هذا الحنجرة الذهبية حتى يوم غيرت صوتي مو بصوت مقلب. قلت انا ما بجارية انا حرة. قالوا حرة طيب انزلي يلا انزلي من ياخذها يا عيال ذي. قال جاسوسين اول ما شافها فكونا من ذا ان جاسوس طبيعي انك اول ما شاف هم يسحبون الجارية هم ينزلونها يسحبونها بشعرها عليها ذهب وحلي يسحبون. أخذوا قطعين الطرق الخيول باللي عليها وواحد شايل الجارية على كتفه ورايحين. فالتفت واحد من قطعين الطرق قال عيال دقيقة في واحد يلحقنا. والتفتوا قطعين الطرق كلهم إلا الشاشي رجع راجع السهم على كتفه هو يقف عندهم. قال ممكن ترجعون الجارية هلي وترجعون الخيول بالأغراض اللي عليها وترجعونها علشان اترككم تعيشون بس. عمران يجي قال دقيقة هي يا عيال انا ما ركزت هذا رجع يهددنا حنا. قال الشايب قايل لكم لحية الشويب. قال انت اص تكفى يا عيال هو هددني ها. قالوا والله هدد هو طلعون في الشاشة مرة ثانية. قالوا ممكن معلش ممكن تعيد اللي انت قلته.
قال انتم كان تصرفكم معي نبيل وسمحتوا لي اروح للحج، فانا ما ودي اقتلكم والله، رجعوا جاريه ورجعوا الخيول واللي عليها بس، روحوا يا اخو عيشوا. طالع فيه عمران وقال كانت يا غبي لك فرصه وحده انك تعيش، اعطيناك الفرصه دي ورجعت ورجع، بس تدري خيره علشان انت فنن في تقطيعك. انا عمراني طالع في الشايب قال رح جبه رح جبه امسك لي، قال شايب انا قايل لكم من بدري قايل لكم ما تفهمون، والشايب يسحب سيفه يروح له. قال الشاشي والله ما بغيتها كذا يا اخوان، بس يلا هذا خياركم انتم. والشاشي ينزل من حصانه، هو يسحب سهم، هو يحطه يشد الوتر، ما فك الوتر الا السهم في عين الشايب، والشايب يطيح على وجهه ميت قدام اخوانه قدام قطعين الطرق كلهم. قال الشاشي حلو الحين صرت 69، وش رايكم ها؟ وش رايكم تردون الجارية يا اخي ونمشي؟ صدمة قدام قطعين الطرق ذول كلهم، هم ينطلقون عليه قطعين الطرق الباكين، والشاشي يسحب السهم، هو يستحى الثاني والثالث والرابع جايه من فوق الجبل، والخامس والسادس، انها ستة ما اخطا ولا سهم. وراح عمران وراح حصانه والباقيين قطعين الطرق الباقيين راحوا في غيران في الجبال. قال وش ذا؟ قال عمران عيال اللي ما تكمل اخوينا الحين. قال واحد دقيقة يرفع راسه يشوف، قال ستة الا السهم معه، هو يتصكه هو يطيح. قال الشاشي سبعة سبعة عمران سبعة، يلا يا عمران يلا يا اخو خلاص خلاص والله ما يبيلها، خلني اخذ جاريتي وامشي. وعمران والناس اللي معه كلهم يجون ورا الحصى اللي ورا خيولهم مندسين على الكارثة ذا. عمران قاعد يشك كابوس عظيم، يا حنا اللي الارض كلها تهابنا، واحد عجزن فيه، واحد ذبح منه سبعة لحد الحين، ومندسين ورا الحصى، وكل ما قام واحد يتحرك اسدحه الشاشي طاح. وعمران يحسب ثمانية تسعة طاح هناك ذبحه، عشرة كان فوق الجبل عادي وذبحه الشاشي. يقول عمران كلنا كنا في اماكننا ما حد تجرى يطلع يواجهه، وش الانسان ذا؟ وش اللي ما يخطي ذا؟ ما يخطي ولا سهم. يقول وبس نسمع صوتي يقول والد شايفك تطل 11 مات 12 مات 13 مات. يقول عمران وانا اطل اشوف الكنانه اللي مع حقت السهام، يقول يوم شافني قال 32 يا عمران 32 اوعدك ما يضيع ولا سهم منها. رجع الجاريه وخلنا نمشي يا اخي، رجع الجاريه والخيل اللي معها. يقول عمران وانا احط يدي على راسي اسمع بس ونين اخوياي، مضى الوقت وانا بس اسمع كل شوي اسمع واحد يصيح. يقول لين قال عمران ما بقى له سهم واحد، تدري ايش معناته؟ معناته مات 31 من اخوياك. شفت ذا يا عمران هذا في صدرك انت. يقول ما عمر مر علي رعب كثر الكلام ذا اللي انا اسمع منه. قلت وش تبي؟ قالت الجارية يا اخي خلينا نمشي. قلت الجارية والله ما تاخذ الجارية بعد الحركة اللي انت سويتها، والله لو اقتلها. قال طيب خلاص هد عمران هد ما يسوى الموضوع، طيب عطني الحصان اللي عندك. قال تاخذ الحصان وتمشي. قال عطني الله يسعدك عمران. يقول وانا اضرب الحصان. قال عمران يوم ضربت الحصان وجاه ومسك الحصان، وحنا والحونشية الثانية الباقيين كلنا نطلع نطالع فيه، خلاص ما معله سهم واحد بيروح ياخذ الحصان وبيروح. يقول يفتح الحمولة اللي على الحصان، قال دقيقة أنا وين حطيتها؟ قال وش تدور؟ قال دقيقة هو يطلع كنانة جديدة مليانة سهام فيها 31 سهم، والحونشية يطالعون في عمران. قال عمران الله يشل يدك الله لا يوفقك يا شيخ. حس حن نرجع كلنا نندس ورا الحصى. قال يلا دور من يا عيال يلا واحد يطلع. عمران ورا الحصى ويسمع الشاشي يسمع يتمشى ويجلد فيهم الشاشي، 34 35 نطلب من الله الزود 36 37 ايش مات يرفس اي مات 37 38 يلا عيال نبي نلحق قبل تغيب الشمس. يجلد تقطع عن الطرق لعب فيهم. وعمران يطلع من ورا الحصى قال خلاص يا اخي خلاص يا ادمي يا ابوي احنا نستسلم خلاص، احنا ما عاد لنا اسطوره ما عاد لي اسطورتنا، احنا تنازلنا عن كل شيء، انت فنيتنا
يا اخي شوف يابا انت الحوانشي انت بدبلون اللي نزلت علينا الخيول هذا الخيول عمران يفك الخيول يفكها قل خذ الخيول واخذ اللي عليها اجاري هذه الجارية ها ويعطي عمران الجارية قل خذ الجارية خلاص بالله شوف ايش سويت فنص شوف ايش سويت قال الشاشي شوف هذاك من اول اني اليومكم فكيتوا الجارية والخيول بسامحكم لا الحين لازم اقتلكم كلكم والحوانشية الباقين يطلعون من وراء الحصى من وراء الشجر قالوا يا ادمي خاف الله خاف الله يا اخي خاف الله انت رايح الحج انت رايح يا اخي انت ما عندك قلب يا اخي خلاص شوف بالله شوف ايش سويت شوف اخويانا شوف اخويانا جثث حياتنا كلها مع عمره موتوا والشاشي طالع في الجارية قال نسامحهم قالت ايه نسامحهم قال الشاشي عمران كم باقي منكم قال شوف والله ما بقى لي 18 والله قال 18 واجد والله لازم 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 اقتل منكم قالوا يا آدمي خلها ربك خلها ربك انت سويت فينا نهار والله ما عاد نقرب قطع الطريق ولا عاد نجي الجبال ذي والله للموت تايبين والله خلاص يا اخي احنا شفنا عذاب ما ننساه ابد الدهر قال طيب هات اسلحتكم وخيولكم قال طيب بس لو تبقي لنا حصانين ولا هذا الحصان ب 200 درهم احنا تركنا قال لا هات الحين جيت فاضي هات هو ياخذ اسلحتهم وخيولهم كلها قال انا برجع هنا اتمنى اني ما اقابل واحد منكم في طريق الرجعه قالوا سام يقول عمران فرحت انا واخوياي الباقين واخذنا اخويانا الجثث اللي 10 سنين وحنا في غار واحد سوا يقول دفناهم كلهم ورجعنا لديارنا نمشي اخوياي الباقين راحوا دخلوا لحقوا جيش المسلمين واستشهدوا كلهم يقول وانا قعدت في عزله يقابل أحد أبي أصد عن الناس عشان أنسى اليوم ذاك هذه قصتي يوم تشهدوني عنها وقصة 70 قطع طريق تقولون فرقنا الدهر حنا ما فرقنا الدهر حنا فرقنا الشاشي كانت هذه يا أخوان قصة عمران والشاشي مصادر سوالفنا من كتاب التنوخ الفرج بعد الشدة كان معكم صاحب الحنجرة الذهبية نايف حمدان نشوفكم على خير في أمان الله.